ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو، لو هيعجبكم الفيديو رجاء تعملوا لي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا كمان زر الجرس توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها ان شاء الله. يلا بينا نبدا الفيديو، نقول بسم الله عشان ما يتقالش ان انا كل حاجه بعملها خاصه بالنساء وما بنزلش حاجه ممكن تكون ليها علاقه بالرجال. انا شفتها حلوه او كويسه، خصوصا ممكن يكون في موضوع البرفانات او كده، فحبيت اطلع لكم برفان رجالي حلو جدا 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 من هنا للسنة الجاية. البرفان ده زوجي كان جايبه من درعة الفترة اللي فاتت لما كانوا عاملين عروض 50 و70%، كان جايبه يمكن ب110 ب120 ب130، المهم يعني هو كان ب100 وكسور. ريحته اكتر من روعة، ثباته بيدوم لايام لايام، واوقات انا بغسل الحاجة وبتفضل البرفيوم موجودة فيها. حاجات دارها كلها ممتازة، ما فيش جدال عليها. البرفانات بتاعتهم يعني حلوة جدا، وثباتها حلو جدا، والروايح بتاعتها مميزة جدا. الفترة دي يمكن دارها عاملة عروض كمان يمكن اكتر من 70، فممكن يكون هو تلاقوه بنفس السعر او ممكن كمان تلاقوه ب100 او اقل من 100. فللي حابة انها تجيب لزوجها في عيد ميلاده او في كهدية عادية، او حتى لو حابه تجيب حاجه كهديه هتنزل بيها تهديها لحد، لاخوكي لباباكي، على فكره حلو جدا ومناسب جدا وسعره حلو جدا. والازازه 100 مللي تقريبا، فكبيره هتفضل قاعده معاكي، مش هيحتاج او انت مش هتحتاج ان انت ترش منها كتير، يا دوبك رشتين هتفضل ثابته معاك وقاعده معاك لاطول وقت ممكن. انصحكم على فكره جدا ان انتوا تجيبوها وتجربوها. وبس، شكرا، باي باي.